يا شباب نكمل. مش عارف يا شباب نكمل. الكورتيكوستيرويد اتاخد في السبسس عشان المورتاليتي، يعني تقلل المورتاليتي ولا تقلل الالم ولا تقلل البقاء في الاي سي يو ولا تقلل النيد تو فلويد، تقلل البقاء في الاي سي يو. تمام. سي بي سايز دكتور ايش معناتها؟ اسمها سيبسيز وليس سي بي سايز، سيبسيز سيبسيز معلش يعني تعفن بالعربي. تعفن تعفن يعني ايه تعفن؟ واحد يحصل له انفكشن، يحصل له ايه؟ انفكشن. لو الميكروب ده دخل الدم وانتشر في الدم يسموها سيبتي سيميا. سيبتي سيميا، سيميا يعني دم، إيميا يعني دم، تعفن في الدم، سيبتي سيميا. طيب لو الميكروب طلع من الدم وانتشر في بقية الأعضاء تحت الجسم، يعني هنقول واحد كان عندي ميكروب في زوره، تمام؟ على فكرة الكورونا بتعمل كده برضه، بتعمل سيبتيزيميا، سيبسيس. الفيروس او الفنجس او الميكروب او البكتيريا كانت في الزور مثلا او كانت في المعده وراحت اخترقت، دخلت الدم، انتشرت في الدم كله، اسمها سيبتسيميا. طلعت من الدم ودخلت بقى على الكبد وعلى الرئتين وعلى القلب وعلى اماكن تانية في الجسم، ده اسمها سيبسيس. اسمها ايه؟ سيبسيس. سيبسيس دي خطيره جدا. ليه؟ بيحصل التهاب في الجسم كله، يطلع هيستامين، الهيستامين يعمل لي فازو دايليتيشن، يحصل انخفاض حاد في الدورة الدموية، الماء يموت فيها، يبقى الموت ايه؟ مش الميكروب، موت انخفاض الدورة الدموية، انخفاض حاد في الدورة الدموية. تمام. بيسموها سيبتيك شوك. سيبتيك شوك، كلمة شوك معناها الأكسجين الواصل للخلايا تحت الجسم قليل، أو الدم الواصل لخلايا الجسم قليل، ما فيش ترويه للاعضاء المهمه في الجسم، ترويه دم، ترويه بالاكسجين، لان الاكسجين قليل اساسا في الدم نتيجه انيميا او نتيجه ان الهواء اللي حواليه ملوث، تمام، او نتيجه ان الدم نفسه مش واصل. في عندنا اربع انواع من الشوك. في عندنا السبس شوك اللي سببها الانفكشن، وفي عندنا كارديوجينيك شوك القلب نفسه مش قادر يضخ الدم لبقيه الاعضاء، وفي عندنا هايبوفوليميك شوك يعني كمية الدم الموجودة في الجهاز الدوري قليلة نتيجة إن المريض نزف في جرح كده وقاعد ينزف ينزف ينزف، بدل ما عندي 5 لتر دم بيجوا 2 لتر، تمام؟ لا إما اتعرض لضرب الشمس أو حرق بالنار فالمية اللي في جسمه اتبخرت. وفي حاجة اسمها ديستريبيوتيف شوك، يعني ما فيش توزيع، يعني الدم مش قادر يوزع، يعني هو القلب شغال أوكي وكمية الدم أوكي، بس الدم مش متوزع في الجسم بالطريقة الصحيحة، تمام؟ فده بالنسبة إيه لأنواع الشوك كلها، يعني كل واحدة طبعا لها طريقة علاج مختلفة. فأنا هنا بدي الكورتيزون عشان في السبسيس بيحصل انفلاميشن في الجسم كله، فأنا بدي الكورتيزون ده عشان أعالج الانفلاميشن، فالمريض ما إيه ما يطولش في الآي سي يو. لكن الكورتيزون مش هيأثر لي على موضوع المورتاليتي، لأن المورتاليتي متعلق بموضوع إيه؟ الهايبرتنشن، الهايبوتنشن. عايز حاجة أنا بقى تعالج لي الهايبوتنشن، فبدي ابينفرين، بدي دوبامين، بدي حاجات تعالج لي موضوع ايه فازوبريسن عشان تعالج لي الهايبوتنشن، تمام. المستروكزيت بيتاخد ويكلي ويز فوليك اسيد، لازم ادي معاه فوليك اسيد، لان المستروكزيت اسمه انتي متابولايت او انتي فوليك اسيد، بيمنع تكون الفوليك اسيد في الخلايا بتاعت الكانسر فيمنع الانقسام بتاعها، تمام. فعشان كده ايه بينقص الفوليك اسيد، فانا بدي معاه فوليك اسيد وبيتاخد ايه مره في الاسبوع. الميثوتريكسيت بتاخد مره في الاسبوع، اما الفوليك اسيد بتاخد يوم 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 يوم، ولو تاخد كل يوم على فكره مفيش مشكله يعني، تمام. الفوليك اسيد من الحاجات الحامل لازم تاخده كل يوم من اول يوم في الحمل لغايه على الاقل شهر 5 او لغايه ما تولد، عشان الفوليك اسيد بيخش في تركيب الاعصاب بتاعت البيبي، فلو ما خدش فوليك اسيد ممكن يطلع عنده اسمه نيورون ديفكت، نيورون ديفكت، تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه التسمم بتاع الميستروكسيد، لو واحد حصل له تسمم ميستروكسيد الانتي دوت بتاعه هو برضو الفوليك اسيد او الفوليت، فوليك اسيد او الفوليت. الفوليت دي ليها اسم ثاني اسمها ليكوفرين، ليكوفرين ريسكوي، ليكوفرين ريسكوي، ده
ده الانتي دوت بتاع المستنسل، يعني بس حاجات احنا ايه، حل الاسئله ده يعتبر مراجعه لكل حاجه، تمام؟ ده ميزه انك تحل الاسئله، فكل النقطه المهمه اللي تجي لك في الامتحان بترجعها بدل ما اقعد الاقي حاجات وما لهاش علاقه بالامتحان. فهمت عليا؟ يعني ممكن نشرح حاجات، نشرح في حاجات ما لهاش علاقه بالامتحان، لكن دي هي حاجات الامتحان، فاحنا نشرحها في مخنا. المسك ثلاثيت ليه اكتر من استخدام، بيستخدم في ايه؟ الميثوكسيد يستخدم للمناعة الذاتية، امراض الروماتويد ممكن المناعه كمان. الذاتيه، ممتاز، اللي هو ايه؟ الروماتويد ارثرايتس. بيستخدم في الروماتويد ارثرايتس بجرعه صغيره تقريبا 25 مللي مره في الاسبوع. طيب بعد كده بيستخدم ايه تاني؟ سرطان I think. في الكانسر بجرعات عاليه، وبيستخدم بجرعات متوسطه للوكيميا، تمام؟ فالميثوكسيد ده من الادويه المهمه. ديفيوجن ديبند على الديفيوجن، بيعتمد على البارتيكل سايز، اللايبوفيليستي، السيرفيس اريا، تمام، الايونز، الايونيزد، اي واحده فيهم صح. يعني ايه يعني ديفيوجن؟ يعني ان يحصل انتقال ل، انا مثلا الدواء خلاص داب وقاعد في جدار، قاعد في الامعاء، هينتقل من الامعاء للدوره الدمويه، يعبر جدار الامعاء ديتي بحاجه اسمها الديفيوجن او الباسيف ديفيوجن حسب البارتيكل سايز بتاعه. طبعا كل ما كان البارتيكل سايز صغير، صغير كل ما كان الديفيوجن اسرع. الليبوفيلستي، كل ما زيد الليبوفيلستي يعني حبه دي للدهون، بيدوب في الدهون اكتر هيعبر اكبر، كل ما كانت السيرفس اريا بتاعته اقل هيعبر اكبر. السيرفس اريا كتوتال اكبر، بس كمولكيول اقل هيعبر اكتر، او السيرفس اريا كل ما تزيد احسن، يعني عشان ما تتلخبطوش، كل ما تزيد السيرفس اريا هيزيد هيعبر اكبر. لو كان ايونايزد مش هيعبر، النان انويزد هو اللي بيعبر اكتر، تمام. المهم ان هما ديبند اون، يعني تؤثر فيه، اي واحده في دول بتاثر، هما ما قالوش اللي هيزود او ينقص. طيب هنا الميتابوليزم، الميتابولايزنج انزيم، الابسوربشن، هو ما فيش يعني راس السؤال اذا كان ديبند على الميتابوليزنج انزيم، فراس السؤال هنا مش صحيح، يعني زي دي كراس سؤال مش صحيح، تمام. الميتابوليزنج انزيم بتاثر لي احنا كصيادله، بتاثر على الافكاسي بتاعت الدواء، تزود او تنقص الافكاسي. البايو افيلابيلتي اللي هي 100% هي مين؟ هي الانترافينس، لان انا بحطه في الدم مباشره، تمام. على ما اتذكر، على ما اتذكر الفولترين، الفولترين الانتراماسكولار زيه زي الانترافينس 100% برضه الفولترين، ها، لو اديك ليفوناك، تمام. ولذلك حتى في بعض الكتب بتقول لك الديكلوفيناك او الفورتانين، لو واحد عندي قرحه في المعده ما يتاخدش، حتى حقن ما يتاخدش، عشان برضه بيزود القرحه. اجل بايو افيلابيلتي توقع بقى الاورال. ايه يعني بايو افيلابيلتي الاول؟ كميه، الكميه اللي بتوصل الدم من الدواء. انا مثلا اديت المريض عندي اديته 60 مللي، وصل منهم في الدم 60 مللي كلهم، يبقى كده ده 100%. طيب لو وصل في الدم منهم 45% 45 مللي بس، يبقى ده ايه؟ 75%، بقسم دي على ده، تمام. ده اسمها كمية تركيز الدواء في الدم، او كمية الدواء اللي توصل الدم بعد الحقنة او بعد ما اعطيه الدوز بتاعتي، دي اسمها البايو افيلابيلتي، اتاحته الحيوية في الدم باللغة العربية الفصحى. اسرع، اسرع على العكس، اسرع بايو افيلابيلتي اللي هي الاي في، بعد الاي في ايه بقى؟ الريكتال. أوراق. لا الريكتال اسرع واحده، انا عكس السؤال، اسرع واحده الاي في، بعدها الريكتال، بعدها البكال، بعدها الاورال، يبقى اقل واحده الاورال. ليه اقل واحده دكتور الاورال؟ معلش، أسرع من الريكتر أو لا؟ لا الريكتال اسرع، الابسوربشن من الريكتال اسرع من الابسوربشن من البكال، واسرع ابسوربشن من الاورال. فالترتيب الاي في اقوى حاجه، بعدها الريكتال، بعدها البكال، بعدها اقل حاجه الاورال، تمام. طيب
الميديكيشن دان ان فيرتيكال ليمينر هود، الادويه الخطيره زي الدكسروبيسين. ايه يعني الميديكيشن دان في الفيرتيكال ليمينر هود؟ ايه فاهمينها؟ الليمينر هود ده زي الدولاب كده الجزاز، وفي من فوق ده شافط يشفط الابخره والغازات. انا الادويه الخطيره لما اجي اعملها ميكسنج بيطلع زي البخار كده، لو استنشقته انا هيعمل لي مشاكل في الصدر، يعمل لي ممكن بالموني فيبوز، يعمل لي لو جاء على جلدي يعمل لي حرق. فانا بحطه كده في يعني زي البنش قدامي كده، واقول لك زي ايه، لما انت تروح تتحاسب صراف في البنك، الصراف بيبقى قاعد ورا ايه؟ ورا شباك جزاز، تمام؟ زي كده شباك جزاز على البنش، انت بتحط الدواء جواه وتعمل له ميكسنج كده، وبعدين تروح تطلعه. وبعد كده بتشغل زي الشفاط ده يسحب الغازات لفوق وبيتنظف، وزي ما قلنا ان هي تفوق بالايثانول 70%. فلو بتشوف الدواء الخطير اللي جابوها في الخيارات، اللي هو غالبا بتبقى ادويه سرطان، اغلبها كلها ادويه سرطان، تمام؟ كيمو سيرابي. فالحل هنا الدوكسيريبسين. فالفيرتيكال لامينر فلو هود بيشتغل بنفس الطريقه تحت البلون، يعني شفط شفط لفوق ستريت عشان ايه، يمنع الهازاردس كيميكالز زي الكيموثيرابي من انها تعمل ضرر للناس اللي بتشتغل في المكان. 75 سنه ومن عندها يورينري انكونتيننس. يعني ايه يورينري انكونتيننس؟ الفاح ما اليوراني تقدرش تتحكم في اليورين، ايمرجنسي عندها سلس بول. زي الارجنسي، بس الارجنسي تختلف عن الانكونتيننس. في ايه؟ الارجنسي في رغبه سريعه للتبول، يعني انا حاسس نفسي عايز اخش الحمام، اجري اخش الحمام، تمام؟ اقدر اتحكم في نفسي، هبقى مزنوق يعني بمعنى صح. لكن الانكونتيننس ما اقدرش اتحكم في نفسي، يبدا ينزل قطرات يورين تمام الواجهة. على الملابس الداخليه بتاعتها. قبل ما توصل الحمام يكون ايه؟ المواضيع سيبت عندها. طبعا بتبقى عند السيدات اكتر بسبب ان السيدات متعرضه لموضوع اليورينري انفكشن اكتر، موضوع الولاده برضو بيأثر على المثانه عند الست والكلام ده. الرجاله عندهم حاجه عكس الستات، الستات عندهم يورينري انكونتنس، الرجاله عندهم احتباس في البول نتيجه تضخم البروستاتا، فيعمل حاجه اسمها ايه، يورين هيزيتيشن. يعني ايه هيزيتيشن؟ يعني انا اخش الحمام وبعد ما اعمل يورينيشن اطلع من الحمام بعدها بدقيقه عايز ارجع تاني، حاسس دايما ان في نقطتين ثلاثه ما نزلوش، في شويه كده ما نزلوش، تمام؟ ده نتيجه تضخم البروستاتا. ففي الانكونتيننس احنا نستخدم الاوكسي بيوتينين، وده اتكرر يعتبر اكسي بيوتينين، تمام؟ طيب الفيرست لاين ستيتس ابيليبتيكس الميدازولام. الموضوع ده عايز بحث برضه، لان على فكره هم في مره جايبينه لورازيبام، مره جايبينه ميدازولام، مره جايبينه ديازيبام، تمام؟ بس اعتقد هو حسب، يعني هو ما اللي كاتب السؤال ما كاتبش الخيارات، يعني شوف السؤال اللي بعده على طول اهو، بيشنت ويز ستيس ابيليتيكس البرازولام، البرازولام، تمام؟ فهو طبعا اعتقد يعني ان السؤال اللي جاي فيه ميدازولام بس بنزوديازيبين، وبعدين جايبين معاه فينيتوين فالبرويك اسيد مثلا دابوكسين، فاختار طبعا اختار ميدازولام. جايبين مثلا البرازولام مع فينيتوين مع كاربامازيبين مع ليموتجريل، يبقى هختار برضو البرازولام، يبقى انا هختار ايه؟ البنزوديازيبين. فالمهم انا بحثت في القصه دي، فالامريكان ابيليبسي سوسايتي اللي هو المجتمع مسؤول عن علاج الموضوع اللي جمال عندهم الصرع والكلام ده، الجايد لاين بتاعهم بتقول هنا التايم ديبندنت الجوريثم الاستابيليزيشن فيس، الاستابيليزيشن فيس يعني في الاول بدي ستاندرد فيرست ايد سيزر شود بي انشيتد، في الاول خالص لازم ادي بنزو ديازيبين، تمام؟ ايه البنزو ديازيبين اللي هديه؟ هدي انترا ماسكلر ميدا زولام او انترا فينس لورازيبام او انترا فينس ديازيبام ريكومندد انيشال ثيرابي، يعني هي في الاول. ايه معنى الكلام ده يا دكاتره؟ انه اي واحد في التلاته ينفع، دي الجايد لاين بتاعت 2016 الامريكان سوسايتي جايد لاين، بيقول لك لازم ادي الاول، في الاول لازم ادي ستابيليزيشن فيس، يعني حاجه كده تظبط المريض تخليه يهدى، اللي هو الفيرست
ايه دي يعتبر الستاندرد، يعني اول حاجه اديها لازم ادي ديازيبين. طيب بنزو ديازيبين، ايه البنزو ديازيبين اللي هديه في الاول؟ انيشال فيس ثيرابي سبيسيفيكلي، يعني خصوصا ادي بالخصوص حدي انترا ماسكولار ميدازولام او انترا فينس لورازيبام او انترا فينس ديازيبام. يبقى اي واحد في الثلاثه ينفع، وهنا ريكومندد اسينشال. طيب ما نفع، انا اديت مثلا اي واحد في دول ولسه السيزر موجوده، حد السكند فيس عندي حد الفوسفينيتوين او الفالبرويك اسيد او الليفيتيرستام، برضو اي واحد في ده ينفع كسكند تشويس. طيب لو انا ما عنديش في المستشفى او الصيدليه فينيتوين او فالبرويك اسيد او الليفيتيرستام، هضطر ادي فينوبربيتال. حد ايه؟ فينوبربيتال. في الثيرد ده الفيرست فيس سكند فيس الثيرد، لو البيشنت اكسبيرينس يعني ليه 40 دقيقة مستمر عندي حالة الصرع، تمام، حد بقى الحاجات اللي تخليه يروح ينام، حد سايو بنتال او ادي ميدازولام او بنتو باربيتال او بروفر. تمام، فاعتقد ان السؤال لما يجي في الستيتس ابيليبتيكاس هختار كفيرس تشويس عندي اي واحد من التلاتة دول، ميدازولام ميدازولام and لورازيبام. تمام. اذا جاء كبار السن ناخد ديازيبام على اساس ان هو شورت اكت، لو جاني قال لك كبار سن. طيب سكند تشويس عندي فوسفونيتون فالبروك اسيد وليفرتسام، ما نفعوشي بدي سايوبنتال ده مخدر، والبنتو باربيتال مخدر، بوفور كل ده مخدرات، حاجات يعني انسيزيا مش مخدرات اللي هي اوبيت. أظن النقطة دي وضحت، تمام؟ طيب الـ patient was absent epilepsy and the physician increased the fibroid dose because she had a seizure. كل ده اسمه رغي، ده اسمه كله إيه؟ رغي، تمام؟ ده رغي، تضيع وقت في الامتحان بصراحة. السؤال إيه الهدف من علاج الإبيليبسي؟ إيه التارجت بتاعه؟ التارجت ان زيرو سيزر، ما يحصلش عندي تشنجات، بس ادي السؤال. وده في الامتحان بتلاقي اسئله كتير جدا كده، عمتنا الحاجه اللتاته ده غايه قاعده ترغي ترغي ترغي، جايب لك كده مثلا 7 8 10 سطور كده في الاول، قصه طويله، وعنده 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 مش عارف بياخد كذا وكذا، في الاخر تلاقي السؤال كده ملوش علاقه بالعدد ده كله. فاحنا في الامتحان بنقول ايه؟ تقرا بسرعه الجزء الاولاني يعني، وتركز على الجزء الاخير ده بتاع السؤال. وفي ناس، بس ما انصحش الكل بيها يعني لخبطك، في ناس بتبدا ايه يقرا الاول السؤال هو عايز ايه وبعدين يقرا بقيه الكيس. فهمت عليا؟ هو دايما في السؤال في الامتحان بيحط لك علامه استفهام في اخره كده، صح؟ صح، كويشن. كويشن مارك، الجمله اللي قبل الكويشن مارك دي هي السؤال، والباقي اللي فوق ديتي 60% من الحالات ببالغ رغي، قصده يتوهك اساسا. زي دكتور في كيس انه اخذ لسان ابريل وكذا كذا، وش الدواء السبب له دراي كاف؟ يعني معروف لسان ابريل على طول، يعني هو كيس طويل يعني. لا، ما هو احيانا بيبقى كيس والسؤال مبني على الكيس، بس هو السؤال هذا كان طويل مره يعني. واحيانا بيبقى ايه السؤال اجابته ما لهاش علاقه بالكيس، يعني ممكن السؤال يجي مباشره، يعني هنا بدل ما يقعد يقول لك عنده ابسنت سايزر واجينا سايزر وكان ياخد كوميتين انه ياخد فالبروك اسيد وعمل كذا وكذا وكذا، وفي الاخر ايه الهدف، ايه التارجت بتاعي في علاج الابيليبسي؟ هو انه زيرو سايزر، يعني هو لو جاب بس السؤال كذا، انا كمعلومه ما رجعتش لدراسه السؤال في حاجه، ما استفدتش من دراسه السؤال كمعطيات. هاو تو رايت ا بريسكربشن ان بورد اجريتيشن، ده السؤال ده بيجي على طول، السؤال ده دايما يجي، لان ده بيتعلق بالميديكيشن ايرور، تمام، اللي هو الخطا في الكتابه، ان احنا المفروض نكتب بالتفصيل، ما نكتبش اختصارات، ما نكتبش اختصار، ده اول غلطه، فلازم اكتب الكلمه كامله، هيدروكلوروسايزايد 100 مللي جرام، يبقى 100 مللي جرام، ما احطش برضه، ما ينفعش اكتب كده، اكتب ال 100 كده، ادي 100 وبعدين نقطه وبعدين صفرين، او واحد مثلا 5 مللي جرام، خمسة، معلش خمسة، تمام، ما ينفعش اكتب الخمسة كده، خمسة وبعدين ايه ديسيمال وبعدين احط الزيرو كده، ممكن تتجيلي 50، تمام. الحاجة التانية
ميلي جرام اورالي افري 12 اورز، تبقى فيها تفصيل كل 12 ساعه، ما اكتبش تويس او اعمل بي اي دي وخلاص، لا اكتب بالتفصيل افضل، ده المفروض يعني، والافضل اللي المفروض يفرضوا على الدكاتره يكتب كل الريشات بتاع الكمبيوتر. Diabetic patient بياخد انسولين is not taking his dose، يعني هو ما خدش الجرعه بتاعته، هو المفروض ياخد انسولين ما خدش الجرعه بتاعته، راح قاس ال HbA1c لقيها 12% يعني عالي جدا، تمام، هو رافض ياخد انسولين، ولما كلموا الدكتور ليه ما تاخدش انسولين قال له هيزود الوزن بتاعي. طيب المفروض الصيدلي يتصرف معاه ازاي؟ دي كيس دي ماشي اوكي، لما يبعته للدكتور عشان ينقص جرعه الانسولين بتاعه، او هو الصيدلي من نفسه ينقص الانسولين بتاع الراجل، لما تراي تو تشينج البيليف بتاع الراجل عن الانسولين، او تلهم اوكي يعني انت اعمل ما تاخدش الدوز براحتك يعني هعمل لك ايه، تمام. هنا الحل ان هو تراي تو تشينج ذا بيليف اوف ذا بيشنت، يقول للبيشنت ان الانسولين ده مفيد ليك، وانك انت لو ما خدتش الانسولين ممكن تحصل لك غيبوبه سكر وتموت فيها، ويحصل لك لو سكر مش مظبوط على طول ممكن يحصل لك عمى، يحصل لك فشل كلوي تمام وهكذا. زياده الوزن دي انت ممكن تمشي، ممكن تاخد دواء زي الشيتوكال او الزينيكال عشان يخصص لك الوزن، تاخد بران من الحاجات الكويسه بالنسبه لمرضى السكر اللي هي الرده، موجود في السعوديه اسمه بران، دواء حاجات تملا المعده تمام. فهذه النصيحه، والدواء ده السؤال ده برضو من الاسئله اللي بتجي في الامتحان. البنتونايت برضه ده جاني في الامتحان برضه، انا على فكره اختبرت الشهر اللي فات يعني، ففي اسئله كتير من الاسئله دي باظه لسه تمام. سسبندنج ايجنت، البنتونايت بيستخدم سسبندنج ايجنت، يعني ايه سسبندنج ايجنت؟ ايه الفرق بين الايمالسيفاينج والسسبندنج والفيهيكل والبريزرفتيف؟ البريزرفتيف ماده بحطها عشان ما يحصلش نمو للبكتيريا والفنجر والدواء يعفن. الايمالسيفاينج حاجه زي ايه؟ اسمه الاكنيسيا، تخلط لي الزيت مع الميه، تخلي زيت والميه يخلطوا في بعض فيبقى زي الحليب كده، ده الايمالشن، لا اما زيت جوه الميه لا اما ميه جوه الزيت، تمام، ده اسمه ايمالشن. صيدلانيات ده شغل صيدلانيات. السسبندنج ايجنت حاجه تخلي معلق، تخليه كده معلق كده ديسبيرس كده ما يترسبش في الجزازه من تحت. الدواء ده الانسولابل، انسولابل. الفيهيكل ده انا عندي مثلا، انا دلوقتي هعمل امبوله ديازيبام، ادي الامبوله مثلا، الديازيبام اللي فيها اصلا 1 مللي، ال 1 مللي دول يا دوب هيعملوا نقطه كده هنا نقطه، فانا بحط ماده معاه تاني كده تزود لي الحجم عشان اعرف اديك حمض، ده كلمه فيهيكل حامل خلاص. لكن هو دايما السؤال بيجي في ايه؟ في الامالسيفاينج ايجنت اللي الاكنيشيا تقريبا، وبيجي في سؤال البنتونايت ان هو ايه، وبيجي ماده ناس اسمها دلوقتي البنزويك اسيد، تقريبا البنزويك اسيد كماده او حاجه بنزويك كده كبريزرف برضو. الكلام ده لما هناخد احنا الامور عشان تبقى واضحه، برضو احنا الاختبار بتاع الهيئه عباره عن اربع اقسام، كلينيكال 35%، فارماسيوتيكال 35%، 20% سوشيال، 10% بايوميديكال. احنا مع بعض في الكورس هناخد محاضرة عن البايوميديكال فيها كل حاجة تخص البايوميديكال، هناخد محاضرة عن السوشيال فيها كل حاجة عن السوشيال، هناخد محاضرتين عن الفارماسيوتيكال فيهم كل حاجة تخص الفارماسيوتيكال، وهناخد تقريبا ثلاث محاضرات او اربعة في الكلينيكال عشان هو اصعب جزء فيهم فعلا في اجاباته ومحتاج تفكير ومجهود، هو الكلينيكال. يبقى احنا كده غطينا كل ما يخص الاختبار بالكامل تمام 100% يعني. طيب البيوتين ده عبارة عن فيتامين ايه؟ بي 7. عندنا احنا بي 1 اللي هو ايه؟ سيامين، بي 1 سيامين، بي 2 اللي هو ايه؟ ريبوفلافين، بي 3 نياسين، بي 4 مفيش بي 4، بي 5 فلافونون، بي 6 بيريدوكسين، بي 7 البيوتين، بي 8 مفيش، بي 9 الفوليك اسيد، بي 12 سيانوكوبالامين. حلوين كده.
برضه ولا في صفحة كده هناخدوهم إن شاء الله، كل الفيتامين ومسمياته واستخدم في إيه والأمراض تنتج عنه الكلام ده. الناتشرال إيميتيك أنتي إيميتيك، حاجة ناتشرال تعالج للإيميتيك، الجينجر، بس الجينجر المخففة يعني شوية صغيرين كده من الجينجر، مش هروح حاطط كده ملعقة جينجر تبقى نار حمراء. ده بينصح بيه. تمام. حتى يعني بعض الكتب بتوصي فيه ان الجنجر الخفيف خالص ده ممكن يستخدم للغثيان اللي عند الحامل، اللي هي بيسموه الوحم والكلام ده. From high concentration to low concentration اللي هو بيسموه بس الديفيوجن، اتكلمنا عليه بدري انه قال اصلا الدواء قاعد في الدواء او الاكل قاعد في الانتستين ده يعتبر هاي كونسنتريشن، وفي الدم لو كونسنتريشن يتحرك بالايه بالباسف ديفيوجن، وباسف ديفيوجن ده ميزته اسمه باسف ليه؟ ما يحتاجش انرجي، وبيتحرك حسب الكونسنتريشن ما يستهلكش طاقه، مش اكتف يعني، الاكتف ده معناها فيه انرجي. وكارير يعني عايز مولكيول يروح ماسكه ومدخله ما يخشش وحده. تمام. What is the medication contraindicated في الكرياتين كاينيز؟ كرياتين كلينس أقل من 20، سبيرون لابتون. تمام. الموتازول بيستخدم لغاية 25، بس هو الأكثر ضررا هو السبيرون لابتون. فهو ده من الأسئلة اللي تيجي إيه؟ الفيروسامايد ده سيف، مفيش مشكلة منه خلاص، ده سيف اللي هو اللازكس، يعني اللي هو عندي مثلا أقل من 20 5 10 يستعمل عليه، ده خطر وده يعني ده خطر وده أخطر منه. فده من الأسئلة اللي هي إيه فيها إجابتين صح، أو يعني إجابة صح الأصح وإجابة ممكن تاخد عليها درجة برضه. البيشنت اللي بياخد ورفارين وعنده ميكانيكال فالف، يعني إيه ميكانيكال فالف؟ عندي في المترال فالف سلامات ريجلوريشن، فشالوا الصمام وحطوا صمام صناعي مكانه، فده لازم يبقى عندي الاي ان ار 3.5. الاي ان ار ديتي بيستخدم لايه؟ بيستخدم لقياس الكفاءه بتاعه الورفرين. تمام. عندينا حاجه اسمها الاي سمول، اي سمول كده بي تي تي او اي بي بي تي اللي هو ال لا اي بي بي تي اي بي بي تي اللي هو ال اسمه ده الاكتيفيتد بارشال بروثرومبين، اكتيفيتد بارشال بروثرومبين ده بيقيس لي الاكتيفيتي تحت هيبارين. الهيبرين، كفاءة تحت الهيبرين. تمام. احنا بندي هيبرين بنبص على القيمة بتاعة الاي بي بي تي اللي هو الاكتيفيتد بارشال بروثرومبين، اما الورفرين بقيسه بالاي ان ار، اي ان ار يعني انترناشونال هيموليزيت ريشيو، الطبيعي ده يكون واحد. طيب لو واحد عندي اكيوت كرونيك سندروم يبقى المفروض ما بين 2 و2.5، طب لو هو مركب صمام صناعي يبقى المفروض 3.5 فما فوق، فهنا بالنسبه لنا نو مانجمنت، هو كده في الطبيعي بتاعه. تمام. او هو من 2.5 يعني ما يجيليش عن 2.5 تقريبا، فهو كده في الطبيعي بتاعه. طب لو كان البيست دكتور ما عنده الميكانيكال فلت لو ما عنده ميكانيكال بيبقى من 2 ل 2.5، لو ما عنده 2 ل 2.5، عنده ميكانيكال من 2.5 ل 3.5 او يعني او فوق 3.5 لو هو عنده اتريال فايبريشن. طيب البيست انتي كوجلانت بريجنانسي، ودي على فكره يعني دي احنا عدوا عليها تاني احنا. تمام. في الانتي كويلنت بريجنانسي احنا بندي هيبارين، احفظوها كده، في البريجنانسي بندي هيبارين. ليه الهيبارين؟ الهيبارين ده اصلا بينتج طبيعي في الجسم، الهيبارين بينتج طبيعي في الجسم طبعا كتجاره يعني كأدوية، شركات ادويه بياخدوه من الحيوانات والكلام ده، لكن هو حاجه طبيعيه مش مصنع يعني. الانوكسابارين ده هو احد انواع الهيبارين، الهيبارين ديتي اللي هو الطبيعي اسمه ان فراكشنيتد هيبارين، ان فراكشنيتد هيبارين يو اف اتش. الانوكس هيبارين ده اسمه لو مولوكولار ويت هيبارين، يعني المولوكولار بتاعه اقل من ده، فعشان كده يعني البايو افيلابيلتي بتاعته افضل.
فالهيبارين سيف. اما الورفرين ما ينفعش في الحامل، الابيكسبان ما ينفعش في الحامل، ده انتي كوجلانت برضو، تمام. اللي هو بيسموه جلايكوبروتين انتاجونست. البيست انتاجونست في الكانسر برضو الانوكسابارين، تمام. هنا الانوكسابارين زي ما قلنا هو عبارة عن لو مولكولار ويت، الانوكسابارين بيستخدم في تريتمنت لمدة عصور. بوس كانسر ريليتد ثرومبوزس بيستخدم فيها، هو يعتبر دايركت اورال انتي كوجننت، ار ان يو اوبشن. مين الدايركت اورال ده؟ اللي هو البيفرولودين، ده نيو اوبشن. البيفرولودين ده بيجيبوه من فين يا جماعة؟ تاني عشان نثبت النقطة الأول، اللي بيستخدم في الكانسر كأنتي فيولنت الأنوكسابارين، ودي بيستخدم ليه عصور ويعني ايه، والكفاءة بتاعته ثابتة. في حاليا طالع جديد اسمه بيفالوردين، بيفالوردين دي ايه؟ اسمه دايركت، دايركت انتي كوجلانت، دايركت اورال انتي اورال انتخب بالفم انتي كوجلانت، اللي هي دو اي سي. البيفالوردين ده بيجيبوه من فين؟ في دودة كده اسمها العلاقة الطبية، عارفينها؟ العلاقة الطبية، دودة كده اسمها العلاقة الطبية، بتحطها على الجلد كده تروح تمص لك الدم، هي وبتمص الدم عشان الدم ما يتجلطش، بتفرز مادة اسمها البيفالوريدين عشان الدم ما يتجلطش، فهم خدوا المادة دي وعملوها دواء. إلى الآن في أندونيسيا وماليزيا بيستخدموا الدودة دي بدل الحجامة، زي الحجامة كده، يعني أنت الحجامة بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ تفريغ هواء كده عشان تجمع الدم وتشرط عليه وتطلع الدم، هم بدل الحجامة بيستخدموا الدودة دي. وبيبيعوها مثلا الدودة بنص دولار بدولار كده زي كده، ويجيبوها من برك الطين، البركة الفهمية. هنا الريت كنترول ان اتريال فيبريشن، الاميدورون. هو طبعا السؤال ده بيجي متكرر، يا اما يقول لك ريت كنترول في الاريزميا او ريت كنترول في الاتريال فيبريشن. اسمه ده يا محمد رسول الله، الانتي اريزميا دراج اللي بيستخدم لو واحد عنده مايوكاردر انفكشن او عنده هايبر هارت فيلير، ايه هو؟ الاميدورون، تمام. ده هناخد برضو جزء بيتكلم عن الادويه تحت الاريزميا، بيجي فيها سؤال برضو وفي نفس الملف ده يعني، بس قدام، تمام. في الملف بتاع النوت قصدي. وات ميديكيشن كوز انكريز الليبيد؟ الايزوتريتينوين، اللي هو بتاع حب الشباب ده، بتاع حب الشباب. بيشنت هاز سيفير اندوكاردايتس، التهابات في القلب، ستافيلوكوكس اوريوس اون فانكومايسين. هو كان بياخد فانكومايسين بس سنسيتيف تيست از دان والبيشنت اونلي سنسيتيف للانزولايد. ده السؤال ده جاني انا شخصيا في الاختبار، هو بس سنسيتيف للانزولايد ومش سنسيتيف لفانكومايسين، تمام. الاف دي ايه مش مثبته ان الانزولمايد ده يستخدم في الاندوكارديتس. انا بقى اعمل ايه؟ ازود الفانكوميسين دوز عشان اذا اعمل افيكاسي، ولا ما اديش الانزولايد، ولا ادي الانزولايد اوف ليبل؟ ما الحل؟ كم واحد طب في الجماعه اللي معانا دول امتحنوا قبل كده؟ كم واحد امتحن غير ناصر وابو عمر؟ مين امتحن تاني؟ مش حد امتحن تاني؟ طب انتوا معايا ولا فصلت؟ هلا دكتور. ها؟ النوم جانا يا دكتور، نعم؟ يقول غزان النوم. جاكم النوم؟ الله الله الله، يعني اوقف خلاص يعني ولا ايه؟ والله ما ادري كيف اكمل دكتور عادي. الشباب اللي معانا الباقيين، دكتور علي، دكتورة غادة، دكتور هديل، دكتور حاتم، دكتور رغد، سعيد، موجودين يا دكتور؟ موجودين موجودين. يا والله يبارك، والله ونوركم غطى علينا، بس مش عارفين النور ده بتاع مين بالظبط يعني، عشان انوار كثيره بسم الله ما شاء الله، الله تمام. يسعد. اللهم امين يا رب واياكم. يعني احنا انا بصراحه مستمتع بالقعده معاكم يعني، فعشان كده الواحد ما حسيتش بالكلل ولا تعب يعني، مش مشكله يعني. فطب نخلص اللي يعني، نخلص الصفحه دي. احنا دلوقتي فعلا لينا بالظبط يعني 3 ساعات و10 دقائق تقريبا من ساعه ما احنا جالسين يعني، تمام. فاحنا بنعوض الربع ساعه اللي ضاعت في الاول في موضوع الدخول وكده، او مش ربع ساعه تقريبا، كانت 7 دقائق. طيب هنقول بس السؤال ده عشان السؤال ده مهم،
وبيجي ومربك. السؤال بيقول هو بياخد فانكومايسين لسه الحلقه الزرق يعني ما في مش مدي نتائج كويسه. عملوا اختبار سنسيتيفتي لقوا ان الميكروب ده حساس فقط بس للانزوليت مش حساس للفانكومايسين. ازود الجرعه هناخدها حته حته. لو انا زودت الجرعه تحت الفانكومايسين اولا هو الميكروب مش سنسيتيف للفانكومايسين، تزود ما تزود ولا يهمه. ده اول نقطه. النقطه الثانيه زياده الفانكومايسين هتزود التوكسيستي بتاعته، هيعمل لي نيفروتوكسيستي ويعمل لي اوتوكسيستي، يبقى دخلنا في مشكله ثانيه، وكمان هيعمل لي ريد مان سندروم، ادي مشكله ثالثه. ما ينفعش ازود ايه الدوز بتاعت الفانكومايسين. طيب ما اديش الانزولايت، طب ما لحد مين؟ ما فيش حاجه ثالثه، ما فيش دواء ثاني يعني. فانا حد الانزولايت اوف ليبل، لانه هو ايه هو الوحيد اللي سنسيتيف ليه، هو الوحيد اللي هيقدر ياثر لي على الميكروب ده ويخلصني منه، فانا استعمل الانزولايت. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الامريكان فارماكوبيا تقريبا الانجلاند فارماكوبيا بيقول لك ان احنا ممكن نستخدم الاوف ليبل كدواء لو ما فيش بديل ليه، ما فيش حاجه ثانيه غيره يعني. تمام. البيست سورس للفاكسينيشن هنا هم مجاوبينها وزارة الصحة، لكن أنا بصراحة صيغة السؤال نفسها، لو صيغة السؤال قصده إني أنا آخد الفاكسين آخده يعني يدوني الفاكسين زي ما حاليا وزارة الصحة مثلا في المملكة مشكورة بتكرم بتدي تطعيم كورونا للناس كلها، تمام؟ فدي هتبقى فعلا هي وزارة الصحة. لكن لو انا عايز انفورميشن، عايز معلومات عن الفاكسين، عايز اعرف الفاكسين ده سليم كويس مش كويس، افكتيف مش افكتيف، بيعمل جلطات ما بيعملش جلطات، برجع انا للدبليو اتش او للسي دي سي بمعنى اصح، اللي هو الكنترول اوف ديزيز اند اسمه ده هو المسؤول عن الامراض المعدية والمتوطنة والكلام ده. فاعتقد هنا حسب صيغه السؤال، اذا قال لي انك تاخذ فاكسين او تشتري الفاكسين يبقى المينستري اوف هيلث. لو قال لك انك انت تاخذ معلومات، تبحث عن معلومات عن الفاكسين يبقى ال دبليو اتش او. لو قال لك انك في دواء اكسبايرد او في الصيدليات او يعني بيتباع بطريقه غلط، السافتا اللي هو السعودي فود اند دراج ادمنستريشن. تمام. السؤال ده سهل ومتكرر قبل كده. You want to know if you can give two injectable medication together ولا لا؟ برجع للكتاب اسمه هاند بوك اوف انجكتبل ميديكيشن، يعني السؤال مجاوب نفسه. تمام. البريفنشن ده سؤال ده برضه ناس كتير مجاوبه غلط. بريفنتيف اند كيوراتيف انستيتيوت از برايمري ولا سكندري ولا تيرشري ولا سبيشال ولا سبيشاليتي؟ إجابة السؤال دي تبقى متوقفة على كلمة واحدة، كلمة بريفنتيف. بريفنتيف هي الطب الوقائي. الطب الوقائي ده برايمري على طول. إجابته برايمري. اللي كان مجاوب ترشري ده غلط. يا دكتور الحين في الاختبار بيجينا كذا بريمري سكندري تريتري، كيف أنا يعني لو مثلا ما راجعت كويس أو شيء، كيف أعرف بدون يعني بدون أي يعني تأكيدات؟ سؤال ممتاز، سؤال ممتاز يا ابو عمر. كلمة برايمري يعني اولي، يعني بسيط. يعني انت هتروح هناك عندهم في المستوصف ديتا هيدوك برشامتين ويقول لك روح روح. تمام؟ هديك برشامتين او يقول لك انت عندك سكر روح اتمشى والعب رياضة كده وهتخف ان شاء الله، ما عندهمش حاجة اصلا. ده برايمري. فالبريفنتيف ده بيبقى فين؟ في البرايمري. في البرايمري اي اصلا وظيفه البرايمري سنتر ان هو يقلل عدد الناس اللي بيروحوا للسكندري والترشري والسبيشال. يعني بدل ما كل المرضى يروحوا طالعين على المستشفيات الترشري ما يلقالهمش مكان، لا احنا بنعمل تصفيه في البرايمري، لان يعني في ناس اصلا في البرايمري كتير بيجوا ما عندهمش مرض او هياخدوا حاجات خفيفه او يعمل لايف ستايل موديفيكيشن ويخف. فدي برايمري. فالبرايمري بيبقى فيه اللي هو الطب الوقائي، نصائح بقى وتغيير اسلوب الحياه وكيورتي في الامراض البسيطه، اديك دواء المرض بسيط. لكن لو مرض خطير
او عايز عمليه جراحيه بروح بعتك على ايه التيرشري او السبيشاليتي. تيرشري اللي هو فيه تنويم، كلمه تيرشري فيه تنويم. هل انا هودي واحد ياخد بريفنتف في مستشفى تنويم؟ يعني ايه بريفنتف؟ يعني واحد عندي مثلا راح قاس السكر عندي، لقي السكر بتاعه مثلا طالع 115 او 120 او 100 حتى و143 مثلا، مستاهل ده اوديه مستشفى تشر او المتخصصين؟ هقول له لا، روح العب رياضه وقلل الاكل، السكر بتاعك هيظبط. ده بقى هيبقى شغل ايه بريفنتف. فالترشري والسبيشاليتي هو مستشفيات متخصصه في العمليات والامراض المستعصيه. السكندري متخصص في العلاج والعمليات بس مش العمليات الصعبه. البرايمري ده البريتنتيف اللي هو احنا بنسميه هنا المراكز الصحيه. البرايمري اللي هو مركز صحي اللي هو اقل من مستوصف. تمام؟ طبعا كل بلد لها السيستم بتاعها. فلو جالك السؤال ده الاجابه بتاعته ايه هو البرايمري؟ سمحت تكتب؟ نعم؟ في سؤال هذا قريت مره في التسميات زي كذا، يقول انه ايش هو المركز الصحي اللي ما يتحول المريض لغيره؟ زي كذا اتوقع صياغه السؤال، وحاط لي نفس الخيارات هذه. لا، اللي ما يحول لغيره الترشري. ايه اللي ما يتحول لغيره الترشري. اما اللي ما يتحول عليه، لو قال لي ما يتحول عليه. لا، ما يحول لغيره الترشري، ما يتحول عليه البرايمري. يعني انا دلوقتي واحد الترشري ديتي انا في كل الامكانيات، المفروض انت بتحول من الاقل للاعلى، صح؟ من الاقل للاعلى. انا في واحد جاني الصيدلية، انا ما اعرفش اعالجه، بقول له روح المستوصف. راح المستوصف ما اعرفش اعالجه، يقول له روح المستشفى الفلانيه. راح المستشفى دي ما اعرفش اعالجه، يقول له بص في مستشفى كبير، مستشفى الملك فهد مثلا، روحها. راح مستشفى الملك فهد ما لقلوش حل، يقول له روح مستشفى الملك عبد الله التخصصيه، في مستشفى هناك متخصص في امراض القلب، في مستشفى متخصص لامراض الكانسر. تمام؟ واضحه كده؟ حسب امكانيات المستشفى. ايوه، هو واضح يا دكتور، واضح. الهيلث سيستم مبني ازاي؟ المستشفيات الجامعيه يا دكتور قصدك انت؟ نعم، المستشفيات الجامعيه متخصصه يعني اقصد. ايوه، هي في، لا في فرق بين المستشفى الجامعي، المستشفى الجامعي اغلبها على فكره تيرشري. مستشفى متخصص يعني المستشفى بيعالج مرض القلب بس، المستشفى كلها بتعالج مرض الكانسر بس، مستشفى للولاده فقط وامراض النساء، دي اسمها مستشفى متخصص. لكن كون المستشفى فيها قسم للقلب، قسم للاورام، قسم لكذا، دي اسمها تيرشري. تمام؟ مستوصف بقى عنده امكانيات يعمل العمليات البسيطه، يعمل عمليه زايده، يعمل عمليه لوز، مش عارف ايه، دي اسمها سكندري. البرايمري اللي هو الدكتور يشوفك يقول لك والله انت نظم الاكل ونظم الرياضه وكذا وخد وامشي، ده اسمه بريفنتيف. ادالك شويه علاج عشان تظبط المشكله عندك اسمها كيوراتيف. تمام؟ الدوله بتعمل السيستم ازاي؟ بتعمل اللي هي البرايمري دي تقريبا في كل المدن وكل القرى اللي هي المراكز الصحيه. تمام؟ وتيجي في المدينه تعمل مثلا مستشفيتين ثلاثه سكندري، وتعمل في المدينه الكبيره واحده تيرشري او اثنين، وفي العاصمه بتاعت المدينه يعني مثلا لو منطقه زي الباحه او زي مثلا تبوك او زي مثلا، هتلاقي فيها مستشفيين تيرشري بالكثير او ثلاثه، واحده متخصصه المتخصصه دي، واحده متخصصه في القلب، واحده متخصصه في الامراض الروماتيزم، واحده متخصصه في النساء كده. ليه؟ البرايمري الهدف منه هو السكندري، ان يقلل الضغط بتاع الناس على التشير والسبيشالتي. فهمت عليا؟ بدل ما كل الناس تروح على مستشفى الملك فهد المتخصصيه، لانه اللي هيروح دول فيهم 1000 واحد، فيهم 600 واحد امراضه بسيطه، اي دكتور متخرج جديد ولا صيدلي هيعالجها، يبقى ايه يعمل ليه زحمه ويروح على صح. زي قصه حوادث يا دكتور، ماشي زي ازدحام كذا. تمام، بس كده. طيب احنا الجلسة خلاص فاضل لها 3 دقايق وتخلص أو 4 دقايق تخلص، فاحنا هنجاوب آخر سؤال ده أو نكمل حتى الصفحة دي وبسرعة كده، يعني لما تقفل الجلسة دي يبقى احنا كده مش هنخش تاني. تمام يا شباب؟ نقول باي بعد. تمام. إيه اللي بيسبب لي الميديكيشن إيرور؟ الهاي انترابشن.
الهاي انتربشن يعني ايه؟ انت شغال وشويه كده حد يخش عليك، انا بشوف الوصفه الطبيه بطلع الدواء من عيني وبعدين واحد ينده عليا، الدكتور بيكتب الوصفه الطبيه وبعدين يجي له تليفون، فالهاي انتربشن يزود الميديكيشن. تمام. النون فيربال كوميونيكيشن، البادي بوشر، حركات تعبيرات الوجه والجسم والكلام ده، دي نون فيربال. البيشنت تيكينج سيلدينافيل اند نيد كونسلشن بات ذا فارماسي از فول، واحد عايز ياخد استشاره عن الفياجرا، انا بستخدمها ازاي، انا مش عارف عايز استخدمها، انا مش عارف ايه، حاجات محرجه يعني في المجتمعات الشرقيه بتاعتنا احنا، فاخده على جنب كده كونسلتنت ان برايفت كير. الكلام ده برضو على فكره ممكن ما يجيلكش الفياجرا، ممكن اقول لك بنت عندها 19 سنه وعندها مثلا بقع حمراء في جسمها او عندها حب شباب ومحرجه ومش عارف ايه، برضه تاخدها ايه على جنب كده برايفت كير. برايفت كير دي غالبا تبقى زي غرفه جزاز كده يعني، اللي بره شايفك بس مش سامع الصوت. تمام. تتكلم فيها. الهيباتيتس بي فاكسين هاو ميني دوزز بتاخده؟ ثلاثه عند اول ما يتولد وخلال بعد شهر وبعدين بعد 6 شهور من الجرعه الاولى 016. اول الكلام ده هناخده بالتفصيل، احنا المهم دكتور عارف ان ثلاثه، هناخد التفصيل الفاكسين دي جرعه يعني محاضره الحالة. خلاص يا شباب نوقف هنا، ونسلم عليكم وتصبحون على خير ودعواتكم. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله، ذاكروا وشدوا حيلكم وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. اي حد بعد ما يذاكر عندي استفسار ناقش ان شاء الله، انا بس المحاضرات تتحمل وهبعتها لكم ان شاء الله تحت النهارده. يعطيك العافيه يا دكتور، والله يعطيك العافيه جميعا. الله يعافيك، بارك الله فيك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور. نعم تفضل. الله يسعدك. ممكن ال تفضل معايا ولا قفل خلاص؟ لا موجود لسه انت، لا ما زلت موجود. طب تفضل. في حد كان يقول ممكن من اللي ها؟ في حد يسأل بس ما أدري، في حد سأل وبعدين ما... خلاص يبقى اسألني على الخاص بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية.